اهلا بيكم في توقعات نص نهائي كاس العالم. انا متحمس وفي نفس الوقت زعلان عشان انا مش مصدق ان الوقت بيجري كده بسرعه. وهتكلم النهارده على اول ماتش بالتحديد من نص النهائي، طبعا العملاق الارجنتين بيلعب عملاق الرخامه منتخب كرواتيا. فهتكلم على ماتش واحد، وطبعا هيكون توقعاتي قليله عشان بصراحه ما فيش كلام كتير اقوله غير حاجه واحده انا شايفها الى حد ما مضمونه نسبه 70% في المباراه دي. مبدئيا انت عندك منتخب الارجنتين، منتخب محترم جدا، تقريبا حفظ طريقه اللعب بتاعته هو اللي محتاجه يبني المباراه. مثلا في الماتش الاخير اللي واحد من المدرب بتاع الارجنتين عمل تكتيك ما كانش عامله قبل كده، كان ضاف لاعب زياده في نص الملعب، وده لاجل واحد طبعا عشان يخنق لعيب الخصم مثلا اللي هو كان في الماتش الاخير هولندا في نص الملعب وما يخليهمش مثلا يعملوا كونتر اتاك. وفعلا التكتيك بتاع مدرب الارجنتين نجح وخلى منتخب هولندا في خلال الشوط الاول كله ما يطلعش غير بمحاوله واحده خطيره في المرمى كله. وحتى في الشوط الثاني برده على فكره برده الارجنتين كانت مكتفه جدا هولندا، ولسه بس كانت بتجيب بعد ال 80 بدات هولندا تشم نفسها بالتبديل اللي عمله مدرب هولندا. كل اللي عمله بس شال المهاجم الزياده اللي هو اصلا ما كانش بيحتاجه قبل كده في ماتشاته، وحط مكانه لاعب وسط، لاعب في وسط الملعب. ليه؟ عشان يحاول الى حد ما يكسب الكره في وسط الملعب، عشان الارجنتين قطع عليهم الميه والنور خالص. انا بلمح لك ان منتخب الارجنتين ما كانش جاي مثلا نازل مستعجل ان هو يجيب اهداف بسرعه وان هو يكسب، لا ده كان من الخطه بتاعته باين جدا ان الهدف بتاعه الاساسي ان هو يطلع بخش فيه اهداف. ما هي المهمش بقى النتيجه بتاعتهم جابوا اهداف، هم ما جابوش، اهم حاجه ما يخشش في مرمام اهداف خالص. عشان كده برضو نفس منتخب الارجنتين مهما كان ما تخلاش منه الخطوره القويه جدا مثلا عند المرمى بتاعت هولندا، وكان هولندا برضو الى حد ما ممكن تفهم شويه. والماتش بدا يفتح زي ما حكيت لك من بعد الدقيقه 80، وبعد ما هولندا بدات تسجل الهدف وبالذات بقى في الماتشات الاضافيه شفنا ماتش مفتوح جامد جدا من عند هولندا وعند الارجنتين. وده معناه ايه؟ معناه ان هم بيلعبوا على اكتر فريق نفسه واطول ايه في المباراه دي وعلى العمل الجسدي. فعشان كده وحتى على مدى منتخب الارجنتين في ماتشاته مش بيتم يستعجل الاهداف، هو عارف ان هي تيجي مع الوقت وهيتاهل للمحل جاي، وده بيقول لي ان الماتش هيبقى فيه اهداف قليله. ده بالنسبه للارجنتين. بقى للمنتخب الكرواتي اللي هو يعتبر ممل جدا في اللعب بتاعه، وهو برضه في كل ماتشاته اكيد عرفت انا بلمح في ايه، برضه بتكون فيه اهداف قليله جدا. ده ستايل لعبها اصلا، يعني هو ستايل دفاعي جدا، ومش عايز اعيد الكلام اللي بقوله في كل فيديو. يجي في دماغي ان كرواتيا ممكن تفوز تاني النهارده، يعني ماشي يا عم قلت الحظ معاهم ظبط في الماتش بتاعهم مع اليابان. اليابان كانت معاهم انشط بكتير وكانت بتعمل هجمات اكتر واكتر اكيد، فمنتخب كرواتيا لحد دلوقتي لا يستحق تماما باللحظه اللي هو فيها والمكان اللي هو فيه. بس عشان اعرف ان هو منتخب ركب ومش هيدي الماتش كده بسهوله الارجنتين، فمتوقع النهارده توقع وحيد هو فوز الارجنتين او تعادل الارجنتين بشرط المباراه لا تتجاوز الاربع اهداف، يعني لحد ثلاث اهداف احنا هنبقى ربحانين. بتهيألي ده اكتر توقع انا شايفه مناسب جدا على المباراه دي. للاسف الوضع عليه قليل جدا، بس انا شايف ان المباراه دي بالذات يحط عليها حاجه مضمونه، يا اما نشوف اللايف اللي هيحصل فيه ساعتها نبدا نغامر بقى على الاسبوع